بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمه الله تعالى ورضوانه على الصحب الكرام المنتجبين، السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه ورحمه الله تعالى وبركاته، نحييكم اطيب التحيه ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامج افلا يتدبرون القران عنوان حلقتنا لهذا اليوم وسائل إبليس ولا يزال حديثنا عن آيات سورة الإسراء نكون معكم إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم بدءا بالآية الثالثة والستين من سورة الإسراء وإذا بقي لبعض الإخوة أسئلة في حدود علمي انها تمت في الحلقه الماضيه، لكن اذا بقي فأرجو من الاخوه ان يعيدوا الاتصالات مره اخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وشارِكهم في الأموال والأولاد وعِدهم وعِدهم وما يَعِدُون عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ضل من تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين مرحبا بكم من جديد ايها الاخوه الاخوات توقفنا في الحلقه الماضيه عند قول الله عز وجل مخاطبا ابليس لعنه الله قال اذهب فمن تبعك منهم من ذريه ادم لان ابليس توعد ان يحتنك ذريه ادم ولم يتوعد ان يحتنك ادم قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لا ذريته الا قليلا يعني الا الذين يعني عصمتهم من الانبياء والاولياء وياتي بعدهم عبادك المخلصون المؤمنون الذين اخلصوا الطاعه لله تعالى هؤلاء هو ابليس نفسه اعترف انه لا يستطيع ان يحتنكهم. فقال الله تعالى له: قال اذهب فمن تبعك، يعني اذهب كما طلبت من الانظار لكن ليس الى يوم يبعثون، ليس الى يوم القيامه وانما الى يوم الوقت المعلوم. فمن تبعك منهم من ذرية ادم عليه السلام فإن جهنم جزاؤكم يعني أنت معهم لأنه أنت تقودهم يوم القيامة أنت قائدهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وإبليس يكون إماما لهؤلاء هو الذي يقودهم في الدنيا كذلك يقودهم في الآخرة إلى النار فإن جهنم جزاؤكم يعني هي مصيركم هي أه تكون لكم في مقابل اعمالكم التي عملتموها في الدنيا هي جزاؤكم جزاء موفورا جزاؤكم أه فان جهنم جزاؤكم جزاؤكم خبر لان فمرفوع اما جزاء فمنصوب على المصدريه اي يجزيكم بها جزاء موفورا صفه لجزاء والموفور المتكامل وافر لا ينقصه شيء من انواع العذاب جزاء موفورا ثم قال له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الاستفزاز استفزه يعني استزله استدرجه واصله القطع لأن الذي يستفزك بكلام أو بصوت يقطعك عن الحالة التي كنت فيها أو عليها إلى حال أخرى، إلى حال جديدة، إما يثيرك بسؤال أو بفعل غير مرغوب عندك أو شيء من هذا القبيل فيستفزك، هذا هو أصل الاستفزاز القطع، ومعنى هذا يعني استفزز من استطعت منهم يعني اقطعه عن حالته التي هو فيها على الفطره السليمه، على التوحيد، على الايمان، على العمل الصالح، ان استطعت ان تستفزه وتقطعه عن تلك الحال الى حال يتبعك فيها ويطيعك ويكون في المعاصي افعل لانه الانسان في دار اختبار وهو اما ان يكون مع الله سبحانه وتعالى واما ان يكون مع الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. اما بصوتك فهل ان للشيطان صوتا يستفز به اتباعه او الذين يريد ان يجلبهم اليه؟ هنا اقوال في معنى الصوت هنا. فذهب جمله من المفسرين الى انه الغناء واللهو هذا وسيله من وسائل ابليس يستفز بها الناس ويقطعهم عن حاله الخشوع والهدايه والتفكر في خلق الله وفي ماذا يريد منهم والى غير ذلك فيقطعهم ويستفزهم الى حاله جديده من الاسترخاء واللهو والطرب بحيث ما يستطيعون ان يفعلوا اي شيء فيه فائده او مصلحه سوى اللهو والغناء. وكما قال تعالى في سورة لقمان عليه السلام ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا يشتري لهو الحديث الغناء ليضل به عن سبيل الله لماذا؟ لأن الذي يستمع إلى الغناء وينقطع إليه بعد ماذا يفكر بماذا يفكر؟ يفكر بربه تعالى مثلا يفكر في أنه خليفة الله في الأرض بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص أنه خليفة الله تعالى في الأرض وأنه واجب عليه أن يفعل كذا وكذا وأنه لا بد أن يعمر الأرض ولا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا ينقطع ينقطع إلى هذا اللهو وإذا به قد مضى عليه الوقت وهو لا يشعر إضافة إلى أنه كلمات هذا اللهو وهذا الغناء هي بالنتيجة مدعاة إلى اتباع الشيطان وإلا أن الذي يغني ماذا يدعوك إلى المسجد يدعوك إلى طبعا هناك للعلماء للفقهاء أقوال في أنواع الغناء هل الغناء الحزين محرم هل الإنشاد الخالي من الموسيقى التي هي من أدوات اللهو والمجون والطرب وغير ذلك، هناك لكن الغناء بالجملة الذي يسمى طرب وتستعمل فيه أدوات اللهو والفجور عموما هذا محرم. القول الثاني الصوت قيل هو صوت الداعي إلى الفساد فإنك تسمع صوتا يدعو إلى الله سواء كان قرآنا أو أذانا البعض الإخوة والأخوات يخطئون يقولون آذان لا الآذان جمع أذن أذن وآذان أما هو أذان يعني يعني إذن بالقيام بالصلاة فهنا مؤذن يدعو بأذانه إلى عبادة الله وهنا تجد في أماكن الله والطرب وغير ذلك من يدعو إلى معصية الله تعالى فهذا صوت من أصوات إبليس يستفز الناس هذا يقول هلم بكم إلى ذكر الله تعالى إلى طاعته إلى عبادته وهذا ينادي إلى اللهو والفجور وأمثال هذا والفساد من أمثال هذا والقول الثالث لا يختلف عن الثاني كثيرا هو كل صوت يصد عن سبيل الله ويدعو إلى المنكر والمعاصي هو صوت من أصوات إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. رجل هنا ليس من كلمة رجل، لا رجل يعني راجل يسير على قدميه في مقابل الخيل، الخيل يعني اصحاب الخيل الفارس، لماذا يقال للرجل فارس؟ لأنه يركب الفرس، فارس مشتق من الفرس. فارس الفرس يعني وسمي الفرس خيلا بالجمع أو خيول من الخيلاء لأنها تمشي متبخترة كأنها تسير بخيلاء يعني فسميت خيلا وقيل للذكر حصان من القوة والمنع لأنه يحصن صاحبه من العدو أو من الأسود والضواري لسرعته والجميع يقال له فرس ذكرا كان أو أنثى لشدة فراسته يعني الخيل معروفة بشدة الفراسة فسميت فرسا وأفراسا وأجلب عليهم من استطعت بخيلك يعني هناك من جنود إبليس من يكون خيالة أصحاب خيول يركون وهم ومنهم من يكون راجي يكونون راجلين رجل طبعا بالكسر رجلك هذه قراءة حفص وحده وهي قراءة امير المؤمنين علي صلوات الله عليه واما الباقون فقد قرأوا ورجلك بسكون الجيم. والذي قرأ رجل بالسكون قراءته قياسيه من ناحيه ان جمع راكب ركب وجمع صاحب صحب بسكون الحرف الثاني وكذلك راجل فجمعه رجل ومن قرأ رجلي كف على وزن فرح يعني جاء رجلا مترجلا يسير على رجليه رجل مثل فرح وبطر وهكذا جعل قراءة الإمام علي عليه السلام التي هي قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي او السلمي عن امير المؤمنين علي صلوات الله عليه جعله وصفا رجل تقول جاء رجلا جاء فرحا وصف جعله ومن قرأ رجل واجلب عليهم بخيلك ورجلك جعله جمعا جمع راجل كما قالوا طائر وطير وصاحب وصحب وراكب وركب واجلب عليهم بخيلك ورجلك او ورجلك يعني بخيالتك وراجليك الذين يسيرون على ارجلهم، والجلبه في الاصل هي الاصوات الشديده التي تصحب السوق، ومنه الجلبه الذي يؤتى به للبيع، فالذي ياتي بالماشيه من البقر والغنم وغير ذلك تسمع جلبه يعني هناك اصوات شديدة يسوقها لكي تاتمر بامره وتسير حيث يريد. فمن هنا نلاحظ ان وسائل الشيطان متعدده، والقران الكريم حينما يذكر هذا عن الله تعالى فان الله تعالى يعلم بعلمه الازلي ماذا سيفعل ابليس، وما هي الوسائل وما هي الادوات التي سيستعملها للاستزلال بني ادم لايقاعهم في الخطيئه وفي الذنب. وفي المعصيه واجلب عليهم يعني من اثناء يعني اجلب عليهم بالوسوسه وبخيلك ورجلك أه سواء الدعاة الى الباطل او عن طريق الوسوسه. والوسوسه تاره تكون من الانس وتاره تكون من الجن ولذلك قال تعالى في اخر سوره من القران الكريم وهي سوره الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فالموسوس تاره يكون من الجنه يعني من الجن وتاره يكون من الناس واصل الوسوسه هي الصوت الخفي الذي يلقى اما ان تسمعه سماعا واما ان يلقى في روعك فكأن شيئاً ننبهك على فعل أو على أمر وهذا من أفعال إبليس لعنه الله تعالى وجنوده في وقت الصلاة يذكرك بشيء أنت نسيته وأيضاً عملية النسيان أيضاً من وسوسة إبليس حتى يذكرك به في وقت الصلاة مثلاً وهو مهم وتخشى عليه من الضياع أو التلف فإذاً شغلت به ضاعت الصلاة ولربما ضيعت الامرين واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد ومشاركة ابليس لهم في الاموال والاولاد هو ان يجعل في اموالهم اموالا حراما من هذا القبيل وفي الاولاد ان يجعل من اولادهم اولاد الزنا يوقع الرجل في الزنا او يوقع المراه في الزنا والعياذ بالله. وشاركم في الاموال والاولاد وعدهم والمشاركه لا تقف عند هذا الحد، عند اموال الحرام والزنا، لا بل يامرهم بصرفها في غير مواضعها بالاسراف والملذات والمحرمات ويمنعهم من ان يؤتوا الفقير والمسكين وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وكذلك في الاولاد بدل ان يكونوا اولادا صالحين يتعلمون الحرام والغش والمنكر والكذب وبالتالي يصبحون اداه هدامه ومدمره في المجتمع والله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك لهم ولا منهم بل يريد منهم ان يكونوا صالحين. وعدهم الشيطان يمنيهم بأماني. تارة يقول لهم إن الله لا يعذبكم، تارة يقول لهم بالوسوسة إن الله غفور رحيم، الله تعالى خالق الخلق العظيم يحاسبكم على أفعالكم هذه اليسيرة، تارة يعدهم بأنه لا حشر ولا جنة ولا نار، ومن هذه الأشياء لكن القاعدة يختمها القرآن الكريم هنا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلا ما يغررهم به ويوقعهم في التغرير يخدعهم عنه يعني يوقعهم في الخديعة ثم يتخلى عنهم يوقعهم في الباطل فإذا وقعوا وتمكن الباطل والحرام منهم سحب إبليس نفسه عنهم وذهب إلى غيرهم ويوم القيامة يتبرأ منهم كما قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي يعني اليوم لا انقذكم ولا تنقذونني انا ما كان عندي سلطان عليكم الا الوسوسه نذهب الى فاصل قصير ثم نعود تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير لي طينه لي طينه من اديم الال قد عجنت ان يفرحوا فرحت ان يفرحوا فرحت أو يحزنوا حزنت إن يفرحوا فرحت أو يحزنوا حزنت نفسي وأنفس أهلي بالولا فطرت لا عذب الله لا عذب الله السر والعلن وكان لي والد وكان لي والد وكان لي والد يهوى ابا حسن وصرت من ذي ودا اهوى ابا حسن فصرت من ذي ودا فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسن أهوى أبا حسن بعل قلب تعلق دوم وأهوي وهو وهو وعلى عتاب وعلى عتاب أطيح بشوق وهو وهو الكعبة تشرف العباد وهوي وهو 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 شرف شرف للكعبة حمايل مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد تظهر لكم الان الارقام على الشاشه وبامكانكم ان تتواصلوا معنا. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، الشيطان ليس صادق الوعد بل يوقعهم يغرر بهم ويوقعهم فيما يريد ويعدهم وعدا ويخلف هذا الوعد هو نفسه كما تلوت عليكم قبل الفاصل الايه الكريمه من سوره ابراهيم صلى الله عليه واله ان الله يعني هكذا يقول ابليس ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فما يعدهم وما يعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا يغررهم ثم يخلف ما وعدهم به ويتخلى عنهم <applause> ثم يقول الله تعالى مخاطبا إبليس لعنه الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هناك من ذرية آدم من تستطيع أن تستفزهم أن تجلب عليهم بخيلك ورجلك هناك من تشاركهم في الأموال نعم معناته تغ... الأخ علي من البصرة تفضلوا ما شاء الله عليكم السلام حياكم الله علي تفضلوا قوله تعالى ان سقط قلوبكما هما اثنان نعم. لما على طيب نعم وصل السؤال حياكم الله بس بعد احنا مشتاقين لك الله شاهد الله يحفظكم بارك الله فيكم حياكم الله نعم ان شاء الله ياتيك الجواب بعد قليل. وتشارك من تشارك منهم بالاموال والاولاد وتعد من تعد منهم ويصدقونك لكن هناك عباد مخلصون اصطفيتهم، الله سبحانه وتعالى يقول لابليس لعنه لا الله، لكن هناك عباد مخلصون ومخلصون اصطفيتهم واجتبيتهم على علم على العالمين هؤلاء ليس لك عليهم سلطان لا سلطان حجة ولا سلطان قدرة ولا سلطان وسوسة وهؤلاء لن تستطيع أن تغررهم أو أن تستزلهم أو أن توقعهم في المعاصي ونفسه إبليس اعترف في موضع آخر قال تعالى على لسان إبليس لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء ما استطيع ان اغويهم ومنهم الانبياء في مقدمتهم الانبياء والاولياء صلى الله عليهم اجمعين وهذا معنى العصم عندنا لان الخطا والزلل يقع من ابليس من وسوسه ابليس لكن هؤلاء هو اساسا استثناهم قال الا عبادك منهم المخلصين ما استطيع وثبت يعني في التاريخ ان هؤلاء بايمانهم باخلاصهم لله تعالى بانقطاعهم لله تعالى اقوى من الشيطان واقوى من كل شيء وهذا التاريخ يذكر ان الامام علي امير المؤمنين صلوات الله عليه في احدى المعارك في زمن رسول الله صلى الله عليه واله اخذت السهام والنبال ما أخذها من جسده الشريف وبعضها لا يزال بعض السهام لا يزال في بدنه وما يستطيعون أن يخرجوها فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله أدرك عليا فإنه يكاد يهلك أو يموت من كثرة السهام فقال صلى الله عليه وآله لا إنه لن يموت حتى يمتلئ قلبه دما وقيحا من الناس ولكن دعوه حتى يصلي فإذا شرع في الصلاة انقطع إلى الله سبحانه وتعالى وانشغل عنكم فلا يلتفت إليكم وفعلا لما جاء وقت الصلاة قام علي صلى الله عليه إلى الصلاة فلم يلتفت ولم يشعر بأن أحدا ينتزع منه السهام أو النبال حتى فرغوا من علاجه وهو منقطع في الصلاة فكيف يستطيع إبليس أن يصل إليه وكان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا قام إلى الوضوء يصفر لون وجهه ويرتجف يقولون ما هذا يا ابن رسول الله وأنتم سادة أهل الجنة أنت تقوم إلى الوضوء ووجهك يصفر وبدنك يرتجف قال: أتدرون على من أنا مقبل؟ أنا مقبل على الله، لست مقبلا على إنسان من نعم. من بغداد شهلاء معنا تفضلي. سيد تفضلي شهلاء نعم. يعني حلمت حلم. طيب. نعم تفضلي. حلمت حلم، حلمت حلم وجاء ضميري يحاسبني على هذا الحلم. بنبكي بنحلم اثنين ياخذوني العالم البرزخ وانا خايفه من هذا الحلم. شنو هو عليه هذا الحلم؟ لا لا هذا الانسان في المنام لا يحاسب على منامه ولا ينبغي له ان يتاثر بما لانه النفس الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها تخرج يخرج شيء من هذه النفس ويجوب العالم باجمعه شرقا وغربا. فليس كل سيد جاي يحاسبني وابكي واقول يا رب خافان نسوي شيء هاك لا لا هل لا هذا لا. الحلم هاي الرؤيه يعني اولا علي اولا اولا لا لا حتى لو فعل منكرا في المنام لا يحاسب عليه الانسان المنام الانسان اذا نام رفعت عنه الصحف والاقلام لا لا يحاسب ثانيا ليس كل حلم يتحقق ثانيا لو اخذوك الى البرزخ هذا ليس ذنبا هذا ليس انت لانك لانك تفكرين في الموت وفي البرزخ فما كنت تفكرين فيه رايته في المنام فلا تخافي وانت اعلم بنفسك من الناس والله اعلم منك بنفسك ان كنت فرحم الله فأنت قلبي فانت يا 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 شهلاء بس لحظة, بس لحظه لحظه يا شهلا اولا انا لست سيدا انا من خدمه الساده لست سيدا ثانيا أه أنت أعلم بنفسك ما دمت تعلمين أنك لم تفعلي شيئا يوجب غضب الله تعالى فالأحلام لا تؤثر الإنسان قد يرى نفسه قتل أباه في المنام قتل أمه الله لا يحاسب على هذا وهذا لا يدل على أنه قد يكون من أتقى الأتقياء ليس كل منام يحاسب عليه الإنسان أو يأخذ منه شيئا يؤثر عليه بعد اليقظه، فتوكلي على الله واتركي هذا ودعيه الى النسيان التام. رحم الله والديك والله يطول عمرك وشكرا. حيا حياكم الله. طيب. ونعم كان الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه, عليه يصفر لونه ويقول اترون اتدرون الى من انا مقبل وكان يصلي يوما وحدث حريق. والناس يقولون ادرك زين العابدين عليه السلام فان النار سوف تاخذه وقريبه منه وهو منشغل في العباده وقبل ان تصل اليه انطفات النار باذن الله تعالى فقالوا له يا ابن رسول الله النار كادت تاخذك ما الذي شغلك عنها؟ قال شغلتني النار الاخرى انا افكر في نار اعظم من هذه النار نعم معنى اتصال من واسط ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا ام محمد. يا والديك، انا من نوع اخاف من رب العالمين، يعني عندي ايمان واخاف خير من رب العالمين، واحب العبادات والزيارات. بس وصلت بي حاله اني قلت ما اقدر لا ازور، لا اطلع للاقارب. يعني ابسط شيء البارحه رديت اصلي صلاه الشفع والوتر، سمعت بهم ثواب مجرد ما نويت وقمت صليت انتقبت مني الحياة تقول يعني تأخذ لزمتني حتى زوجي بالشغل خبرته يجيني حسيت روحي طيب. روح تريد النزع يعني شنو طيب. هاي شيطان يعني أقاوم هذا الشيء أو أتركه إن شاء الله يأتيك الجواب بعد دقيقتين أو ثلاث إن شاء الله إن شاء الله أتذكر. حياكم إن شاء الله إن شاء الله فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وهكذا كان الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام، الحسين عليه السلام في اخر لحظاته وهو يكاد يموت كان يحرك شفتيه الشريفتين فقال احدهم احد الحاضرين انه يدعو علينا وسوف نهلك يقول فدنوت منه واخذت استمع اليه بدقه واذا به يناجي ربه من بغداد الاخ علاء تفضلوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا على في في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وصل السؤال، حياكم حياكم، وصل السؤال. ويدعو دعاء من يعبد الله وكأنه ليس في لحظات الموت. هكذا هؤلاء وكذا بعد أما الأنبياء فتحدث عنهم. يعني يونس نبي الله صلى الله عليه في بطن الحوت وينادي ان لا اله الا انت سبحانك ورسول الله صلى الله عليه واله يصلي الليل حتى تتورم قدماه فيقولون له الم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر حملا للايه على الذنب بهذا المعنى قال صلى الله عليه واله افلا اكون عبدا شكورا وهكذا هؤلاء عباد الله هؤلاء المصطفون ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران على العالمين معنا اتصال الاخ علي من بغداد تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله علي تفضلوا. عليكم الله حياكم الله علي سيدي السؤال من شقين السؤال الاول افضل التفاسير المقارنه بين المدرستين. السؤال الثاني تفسير قوله تعالى عبس وتولى ان جاء نعم هل هناك عبوس عبوس مضايقه ام عبوس تحقير كما يذهب اليه صاحب من وحي القران والكاشف الشيخ تفسير الكشاف الشيخ محمد جواد مغني وشكرا لكم سيدي يعني عفوا علي تقصد عبس وتولى نعم عبس وتولى نعم نعم شكرا طيب شكرا حياكم شكرا. الله حياكم الله بارك الله فيكم اذا نقف عند هذا الحد ونبدا ونكمل ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه عندنا الاخ علي من البصره لماذا قال قلوبكما العرب في بعض الالفاظ التي هي للمثنى لا يجمعون المضاف الى الضمير بل يجمعون وي عفوا يثنون الضمير ويجمعون اللفظ فما يقولون للاثنين مثلا وسوس قلباكما لا قلوبكما وافئدتكما لماذا؟ لانه اللفظ اسلس واسهل في اللفظ اذا قال قلوبكما ولو قال قلباكما اولا سوف يكون علامتان للتثنيه قلباكما ولا داعي لان العرب بطبيعتهم القران موافق للغتهم القران الكريم لا يجمعون بين مؤكدين على على اسم واحد ولا بعلامتين على نفس الاسم لا يقول هذا اجحاف بحقه فلما فاما ان اما ان يثنوا القلب فيقول قلباكم أو أن يقولوا قلوبكما ولما كان الضمير أولى بالتثنية فأبقوا لفظ القلوب جعلوها على الجمع وجاءوا بالتثنية وهكذا قلوبكما أفئدتكما بيوتكما هذا جريم على لغة العرب وهو أسهل شكرا لك أخي الكريم شهلاء من بغداد إن شاء الله تعالى لا تتأثري بهذا وهذا أه لا يدل على أي شيء أبدا والإنسان أعرف بنفسي الإمام علي عليه السلام يقول إلهي أنا أعلم الناس بنفسي وأنت عفوا يقول للناس أنا أعلم بنفسي وربي أعلم مني بنفسي فأنت تعلمين أنك لم تفعلي شيئا وإذا فعلت شيئا فإن الله تعالى يقول أه قل, لي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وربكم آه هو الغفور ذو الرحمة، يعني يا من سبقت رحمته غضبه، فلا داعي لكل هذا. منام جاء وعد وانتهت القضية. لأ عندنا الأخت أم محمد من واسط. أه أيضاً هذا طبعاً أحياناً يكون الكسل عن الزيارة والنوافل يعني السنن التي التي هي غير الواجبة مثل صلاة الليل ونافلة العشاء نافلة الظهر نافلة المغرب ونافلة الصبح أو الشفع والوتر هذا. احيانا الانسان لا يقوى عليه لضعف او لتقلب القلب فيقول الامام الصادق عليه السلام ان للقلوب اقبالا وادبارا فان اقبل معنى الحديث قد لا اكون احفظه باللفظ بالنص يعني فان اقبلت يعني رايت عندك استعدادات للزياده في الصلاه والعباده في غير الواجبات فان اقبلت فروضوها بالنوافل يعني الصلوات المستحبة والأعمال المستحبة وإن أدبرت فاحملوها على الفرائض إذا رأيت القلب مدبرا عنك لا تفرط بالفرائض لأننا أحيانا تدبر عن القلوب بسبب هموم بسبب ضعف في البدن بسبب أمور أخرى فهنا الشيطان يستثمر هذا الظرف وهذه الحال فيبعدنا حتى عن الفرائض لا هنا يقول الامام عليه السلام في حال الاقبال اذا اقبلت القلوب فادوا الواجبات وروضوها فيما بقي من من طاقه عندها واستعداد في النوافل، لكن اذا ادبرت اياك ان تفرط في الفرائض في الواجبات. وان ادبرت فاحملوها على الفرائض، وبالتالي انت قيسي نفسك هل المانع بدني حقا ضعف أدي الواجبات والله تعالى يتقبل منك، متى رأيت عندك استعدادات أدي الـ الـ يعني السنن والنوافل التي ليست بفرائض وتوكلي على الله ولا تجعلي هذا شيئاً يعني مهماً تعطي كل هذا الاهتمام والقلق. شكراً لك، عندنا الأخ علاء من بغداد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نعم هناك الشرك الخفي وهو بالعبادات الرياء والسمعه هناك الـ الـ من يهتم للسلطان اكثر مما يهتم لربه تعالى او هو مؤمن بالله لكن مشرك من ناحيه انه ينساق الى الشيطان ينقاد مع وسوسة الشيطان وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله اياكم والشرك الاصغر فانه يدب. في العمل دبيب النمل على الصفا، يعني الصخره الملساء. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء والسمعه. فهو اذا اراد ان يتصدق يريد ان يعني يظهر امام الناس انه فعل، واذا صلى يقيم الدنيا ولا يقعدها، وهذا كله من باب الرياء والسمعه، فالشرك يعني يعني ان يدخل أن يدخل طاعة المخلوق في طاعة الخالق والعياذ بالله، إذا الإخوة أعطونا نصف دقيقة فقط إذا تكرموا علينا الأخ علي من بغداد، نعم، أفضل أفضل التفاسير يعني المقارنة الشيخ الطوسي، الشيخ الطبرسي، الطوسي في التبيان، الطبرسي في مجمع البيان، عندنا مجموعة من التفاسير جيدة يعني أيضا ميزان لسيد الطباطبائي. رحمهم الله تعالى جميعا، عبس وتولى مهما كان هو مذموم وهو رجل من بني اميه وليس رسول الله صلى الله عليه واله، لانه القران الكريم قال فاما من جاء يسعى يعني هناك لوم وتوعد في اثناء السوره قتل الانسان ما اكفره وهذا لا يليق برسول الله. صلى الله عليه واله، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.